مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم. اليوم الثاني على التوالي واصل اتحاد كرة القدم اجتماعاته ولقاءاته مع ممثلي الاعلام الرياضي في الامارات. هالمرة صار في انقسام، اصر فقط على ممثلي الصحف انهم يكونون موجودين في الاجتماع، القنوات التلفزيونية خارج الحضور. خارج حضور وين؟ حضور الاجتماع الخاص جدا. اطلعت الكاميرات مع الأسف يعني ممكن احنا نعتبرها سابقة في العلاقة ما بين الاتحاد وما بين وسائل الإعلام المرئي. المهم انتظرنا وعلى اساس نعرف نتائج الاجتماع، يعني توقعنا ان في شيء مصيبة صارت وهم بيحلون المصيبة هذه اللي صارت في كرة الإمارات، يعني توقعنا انهم يعطونا نتائج تصحيح على خروج المنتخب من كأس العالم، خروج المنتخب من كأس الخليج، تراجع التصنيف، نتائج المنتخبات الفئات السنية، مشكلة منتخب الناشئين لما منتخب الناشئين قالوا أنه بيروح للكأس وما شفنا شيء لين اليوم. كنا ننتظر كل هذه الأشياء، يعني توقعنا الاجتماع الطويل اللي تم إبعاد فيه وسائل الإعلام المرئي أن هذه النتائج تطلع فيه بعد ما ينتهي، لكن اكتشفنا أن الاجتماع طلع بس علشان يرد رئيس الاتحاد على لقاء صحفي في جريدة. لقاء صحفي في جريدة، طيب وقضايا الكرة الإماراتية مش أنت اللي المفروض تكون مسؤول عنها؟ أنت اللي المفروض ترد عليها، رد، أطلع تكلم مع وسائل الإعلام، كلم الشارع الرياضي. مساء الخير. بمحللينا في برنامج جيم اوفر، كابتن يوسف حسين، كابتن رياض الدوادي، كابتن رضا براوي، والدكتور موسى عباس، اللي هم اصلا ينتظرون مثل ما احنا ننتظر نتائج الاجتماع الخاص. احنا قاعدين نعيش عصر التواصل الاجتماعي، ايقاع سريع ومثير، والكلمه والخبر ينتشر في ثانيه في نفس التوقيت. احنا اصلا الان صار السب يطلع في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الصحف وقبل التلفزيون. المهم الاجتماع اقتصر على الرد على ما نشر ونسب إلى السيد عارف العواني الأمين العام لمجلس الوضب الرياضي لما انتقد اتحاد كرة القدم في عدة أمور عملية هو يشوفها من وجهة نظره كمواطن قبل ما يكون مسؤول، يشوف أن في الطرح فيها واجب وحق عليه. نكتشف أن الاجتماع يطلع للرد على النقد، وكأن العمل الرياضي يعني لازم يكون مثالي، أن لا احنا كاتحاد ما نغلط. لكن اللي قاعد يصير ان كل العمل فيه اخطاء، يعني الاتحاد خلى الامور تقتصر على الامور الشخصيه، او خلى الاجتماع يعتمد على الامور الشخصيه، شخصا الامور في الردود، واتهم الناقد الاوضاع الكرويه انه هو سائح رياضي وتابع سفر وتنطيط وكلام شخصي بحت، مع ان السفر ونشر سمعه رياضه الامارات يعني هذا صلب عمل تطوير المجالس الرياضية. عارف العواني ما دعا لجمعية عمومية، هو رفض هذا الشيء في الجريدة وعندنا في القناة وقال هذا مش دوري. الاتحاد يقول أن عارف العواني مش من حقه، غرف اللاعبين نظام الفيفا جاك تكلم فيها وقال لك أن الاتحاد الدولي هو اللي رفض. طيب وين مستنداتك؟ سقف الرواتب مين اللي يحكمه؟ هذه الأسئلة اللي نبي رد عليها. أما الأمور الشخصية أنك ترد عليها في مؤتمرين واليوم تسوي لها مؤتمر خاص على أساس ترد على مقال كامل على لقاء كامل وتتكلم عن الشخصنة، مين اللي شخصن؟ بعيد بعيد كل البعد عن المصلحة العامة.
احنا ننظر للمصلحه العامه، ننظر للهدف كلنا، لنا هدف واحد، مصلحه رياضه الامارات، ما في شيء غير هذا الشيء. مع الاسف، مع اشد الاسف يعني، ان احنا كنا نستحق اهتمام اكثر في الرد على تساؤلاتنا. ويكتفي الاتحاد بعد ما خلص الاجتماع الهام والمصيري مع الصحف يرسل لنا المتحدث الرسمي له ويجيب علينا على الأسئلة. تحدث رئيس الاتحاد عن الشفافية وقال أنا مستعد للمواجهة. اليوم الزميل يعقوب الساعدي اتصل بمدير مكتب رئيس الاتحاد أو اتصل بالمسؤول عن اللقاءات وطلب لقاء خاص مع رئيس الاتحاد. تعرفون الرد؟ ما يحتاج أقول لكم، رفض الطلب، قالوا لا. الاجتماع توك مخلص الاجتماع تقول تعالوا بنواجه وسائل الإعلام ومستعد لأي مناظرة، يلا تعال. هذا يعقوب السعدي يقول لك أنا أبغى واجهك، أنا أبغى لقاء خاص معك، في موقف يتطلب الشجاعة، وأنت اللي ادعيت هالشيء، قلت أن أنت شجاع وتحب المناظرة. يلا يعقوب السعدي، أنا حين أتكلم على الهواء مباشرة، إذا أن مدير مكتبك أو الشخص المعني ما وصل لك الرسالة، أنا أوصل لك الرسالة. يعقوب السعدي يبي يسوي لقاء مع سعادة رئيس الاتحاد. جانا الرد بالرفض. هل في رد ثاني؟ عموما يعني أنا ألتمس العذر في بعض الأحيان أن مثلا تبحث عن شفافية في المقابل أيضا تبحث عن خصوصية. يعني ابحث عن الخصوصية في الوقت اللي أنت تحتاج فيه الخصوصية، وابحث عن الشفافية في الوقت اللي أنت تحتاج فيه الشفافية. لا تبحث عن المتضادات، لا تصير دائما متناقض. طيب أنا بأخذ آراء الأخوان النقاد عندي في برنامج جيم أوفر، ببدأ مع الكابتن يوسف حسين. كابتن يوسف، يعني إحنا من أمس نتكلم عن نفس الموضوع، اليوم يجي مؤتمر صحفي تعتقد أنه بيرد على أسئلة مهمة، راح رد على لقاء في جريدة لشخص انتقد عمل الاتحاد. يعني أنا البارحة يمكن تكلمت في هالموضوع، أو أرجو من المتابعين أو الأخوة المشاهدين أنهم ما يأخذون الموضوع موضوع شخصي بين وسيلة إعلامية واتحاد كرة القدم في دولة الإمارات. أنا ما أعتقد أن كل اللي موجودين على الطاولة أو في يعني وسائل إعلامية أخرى بهالسذاجة أنهم يعني يضحون بمصلحة كرة الإمارات وسمعة كرة الإمارات واتحاد كرة القدم على رأسهم في سبيل مصالح شخصية. وأنا ما أعتقد أن في حد له مصلحة شخصية من هالموضوع، يعني نحن بعيدين، مجال عملنا مختلف، وما اعتقد في واحد منا كانت عنده نيه، وخصوصا في الـ في الـ في الانتخابات الاخيره للترشح. ونسعد طبعا في حال ان الاتحاد والمنتخب حقق نجاحات، بالعكس هذا ينسب لنا، والدليل ان نحن اكثر من دعم المنتخب في دوره الخليج، وعلى الرغم من وجود الكثير من الملاحظات اللي كانت عندنا في أثناء الدورة، إلا أن ارتئينا أن ما بوقته أثناء البطولة أن ننتقد أو نوجه أي لوم لأي جهة، لأن المنتخب كان على الأقل من حيث النتائج ماشي يمكن مو بشكل مرضي بالنسبة للكثيرين، لكن على الأقل حقق نتائج إيجابية ووصل للمباراة النهائية، وبالتالي ارتئينا أن نقدنا يكون يعني محصور في نقاط فنية ربما بسيطة جدا، دعما منا للمنتخب الوطني وللاعبين ولأعضاء الاتحاد. فاللي أبغى أقوله أن يعني المحصلة أن ما في شيء شخصي، نحن يعني يتأكدون الإخوان في الاتحاد، لأن الكثير منهم إخوان وزملاء يعني بما فيهم سعادة الرئيس، ما عندنا شيء يعني مصالح شخصية أو حتى خلافات شخصية بيننا وبينهم. وتكلمت البارحة أيضا عن موضوع التراشق الإعلامي اللي ما كنا نتمنى نشوفه على وسائل الإعلام، لأن هذيل مسؤولين كبار ويمثلون رياضة الإمارات، وعندنا أمور للأسف
يعني في امور اهم المفروض نركز فيها، اهم من حتى من الرياضه ومن كره القدم. طيب في واحد يقول لي اذا كنت تعتبر كلام عارف العواني هو شخصنا، فالرد من مروان يعني ايضا شخصنا، لكن هل تكون الرد بنفس الاسلوب نفس الطريقه؟ يعني حتى لو افترضنا ان عارف العواني غلطان، نعم، هل كان رئيس الاتحاد المفروض انه يرد بهالاسلوب؟ صراحه انا ما كنت اتمنى اني اشوف هذا حاصل، يعني من الطرفين ما كنت اتمنى. يعني نترك على الاقل حتى لو كان في نقد لجهات معنيه بالنقد. ما احبذ ان نحن كمسؤولين ننتقد بعض. يعني في وسائل اعلام، في نقاد، في كذا ممكن ينتقدون، لكن اي نقد؟ ولا نقد يعني العمل؟ على الاقل يعني شوف احيانا ترى يوم انتقد لازم اختار الوقت المناسب والمكان المناسب والشكل المناسب للنقد. نعم. لكن خلنا نرجع ل، وانا اعتقد حتى الكلام اللي ربما قال الاخ عارف العواني في نقد، ما في نقد جارح بقدر ما فيه نقد يتعلق بعمل. يعني انا مخرج، يعني اليوم تفاجئنا، ومن حق الرئيس طبعا ان يختار وسائل الاعلام، لكن انا نحن وصلنا عصر الاعلام اللي كل واحد في بيته يوصل للي يبغيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال اجهزه اعلاميه مختلفه، وما اعتقد في فرق كبير بين اجهزه الاعلام المقروءه او المسموعه او الغير المرئيه. نعم. وبالتالي انك تنتقي والله وسائل اعلام معينه هذا شيء غريب. يعني ما، وعلى فكره يعني المؤتمر الصحفي كله مسجل، وانا تقريبا سمعت جزء كبير من المؤتمر الصحفي، وارتئيت اني ما اكمل المؤتمر الصحفي، لانه ما في شيء يفيدني ولا يفيد الاخوه المشاهدين ولا المتابعين ولا الشارع الرياضي. يعني افضل مثل ممكن نقوله في 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 هذا في هذا الوقت، انه يعني تمخض الجبل فولد فارا. ما شفنا شيء من هذا المؤتمر الصحفي اللي كنا نتمنى ان رئيس اتحاد كره القدم في مؤتمر صحفي كنا نتوقع ان يتكلم في امور تهم كره الامارات، رياضه الامارات، امور ربما تستحق التوضيح، اخفاقات المنتخب، اسباب اخفاق المنتخب سواء في تصفيات كاس العالم او في دوره الخليج، تكلم مثلا عن منتخب الناشئين، عن منتخب عن امور كثيره. على فكره يعني انا اهم قضيتين اشوفهم خروج من كاس العالم ومنتخب الناشئين، لان منتخب الناشئين كان حلم، يعني ان هذا المنتخب كان عليه امل. صحيح. ايضا مشروع اسيا 2019 اللي يعني سمعته اكثر من مره، وكنت اتمنى اني يعني افهمه اكثر، نعرف خطوطه العريضه على الاقل حتى لو ما بيدخل في تفاصيله. في امور كنا يعني نتمنى عدم مثلا وجوده ايضا في اللقاء مع الاتحاد الاسيوي فيما يتعلق ب لعب الامارات او طلب الامارات باللعب في ارض محايده، على الرغم من اهميه الموضوع. ربما كان نائب الرئيس موجود في الاجتماع، لاني حتى ارى كان من المفترض ان اتحاد الكره هو المعني بشكل مباشر وليس الهيئه في التصدي لهذا الموضوع، لكن جزاه الله خير ايضا معالي رئيس الهيئه اللي بادر وتصدى لهذا الموضوع. هناك امور كثيره نحن كنا نتمنى على الاقل رئيس الاتحاد يطلع للشارع الرياضي يوضحها، بدال ما نقعد حوالي ساعه في مؤتمر صحفي كله امور شخصيه وامور تتعلق ب يعني نقد وجه له وما ارتضى هذا النقد. يعني انا اعتقد المؤتمر الصحفي لو سالت كل وسائل الاعلام ما في حصيله، ما في شيء يفيد الناس، ما في شيء يفيد الشارع الرياضي. يعني انت في خلاف مع عارف العواني وهو وجه لك نقد وانت ترد عليه، وش ذنب الناس انهم يقعدون ساعه ويفرد لك صحف ولا برامج رياضية في الحديث في موضوع ما يمثل لعملكم الأساسي بأي صلة؟ احنا يعني ما نبغى نوصل لما وصلنا إليه. يعني
للأسف هذا اللي نشوفه يسيء لسمعة رياضة الإمارات بشكل عام ولاتحاد الكرة بشكل خاص. أنا أعتقد اتحاد الكرة أمام المهام أهم من موضوع أن يرد على أي حد، أي واحد إن كان. أوكي إذا في أمور تستحق أني أوضحها، إذا في مغالطات تستحق أني أوضحها، صحيح، بالعكس هذا شيء طيب. الشارع الرياضي والإعلام يستحق أني أنا أفند كل الملاحظات اللي موجودة على اتحاد كرة القدم، لكن أني أطلع في مواضيع شخصية أنا أعتقد هذه مكانها يعني أي مكان آخر غير وسائل الإعلام. ويعني أنا أسف أني أشوف ما آلت إليه الأحداث والمناوشات والتراشق اللي شفناه بين مسؤولين ومسؤولين كبار. صحيح. يفترض هم يواجهونا، يفترض هم يواجهون الشارع الرياضي، يفترض أنهم يمتصون هذه الصدمات وهذه المشاكل اللي موجودة. دائما القائد هو اللي يعني يملك حكمة ويملك رؤية ويملك إرادة ويملك بعد نظر ويملك نفسه عند الغضب يعني نحن إذا كل حين لو مثلا بكرة مسؤول آخر أو أي واحد ثاني طلع في وسيلة إعلامية وانتقد، وبعد بكرة طلع واحد ثاني، هل نحن بنقضيها مؤتمرات صحفية للرد على أي واحد ينتقد اتحاد الكرة؟ يعني هذا 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 مش من مسؤولية اتحاد الكرة أن يرد على أي واحد في أي موضوع يطرحه. يفترض اتحاد الكرة عنده مهام أكبر، عنده مهام كيف أو عنده هاجس كيف يطور من كرة الإمارات، كيف يطور من 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 مسابقات اللي موجودة، كيف يطور من الحكام، كيف يجب أن يعني يركز في هذه الأمور أكثر من الأمور الجانبية وشخصنة المواضيع. فأنا ما كنت أتمنى من سعادة الأخ مروان اللي شفته، ولا كنت أتمنى من الأخ عارف الكلام اللي كتب. يعني يؤسفني اني اشوف اللي شفته صراحه. طيب عموما هو يعني الاتحاد عقد مؤتمرات صحفيه كثيره، لكن ما زالت اهم القضايا اللي احنا ندور عليها ونسال عنها موضوع منتخب الناشئين. هم قالوا بيروحون محكمه الكاس، يعني اليوم ما راحوا محكمه الكاس، ما راحوا الفيفا، ما اعطونا رد. تعقد مؤتمرات صحفيه، قول لنا عن مشروع كاس اسيا 2019. طيب عطنا معلومه عن مدرب منتخب الشباب، منتخب الشباب بدون مدرب، هذا كلام معقول؟ كابتن رضا، انا نحب نعطي عنوان واوجه كلامي الى سعاده الاخ مروان بن غليطه لنكون له كل الاحترام والتقدير. لكن اذا انت تقلقت من تغريده او التصريح الصحفي من اخ عارف العواني، احسك وانك وكانك ماكش متقلق على كره قدم في الامارات. لما اضحي ونعمل مؤتمر صحفي على تغريده تاع شخص رياضي، لابد اولا ان تتقبل. انا مانيش مستعد باش نعطيك دروس، لكن لابد ان تتقبل النقد اولا. ثانيا كنت اتمنى ندوه صحفيه ومؤتمرات صحفيه وما ادري شو، اعطيونا شنو اللي صار وكيف طلعنا من كاس العالم، اعطيونا كيف طلعنا في نهائي كاس الخليج، اعطيونا زي ما تفضلت خويا عمر مين هو المدرب المنتخب اللي باش يشارك في البطوله الاسيويه في النهائيات، منتخب الناشئين. فاعطينا مشروع تاع الكوره. احنا نقدر نقول مع كل احترامي ونؤسف باش نقول الكلمه، وكان كورتنا في مكانك سر. احنا لما نعملوا انتخابات نتاع اتحاد ويترأسه شخص رياضي، نترجاه وكنا نتمناه وكنا معناتها نترقبه في شيء جديد، شيء تطور. اللي خلاه مثلا ابو خالد محمد خلفان الرميثي مثلا، وبعده جاء يعقوب السركال، وبعده الاخ مروان بن غليطه، كنا نعرفه هو انه باش يطور اللعبه، باش يعطينا فرصه باش النقاد يسكتوا ما عادش يتكلموا. لما نشوفوا عمل متقدم من طرفك نقولوا هاو حقك اخويا مروان. لكن انا مثلا عنده سنه ونص الاخ مروان، ما شفت ولا برنامج ولا شفت شيء.
ولا شوف شيء وتدخلات في النوادي. يلزمك انت تعمل برنامج نتاع مستقبل الكره، تدخل الاكاديميات، يلزمك تكون عندك ناس فنيين يطبقوا مشروع كره القدم في دوله الامارات. 11 شهر يعني بكره 11 شهر راه اخفقنا في كاس العالم، اخفقنا نقدر نقول في كاس الخليج، ولو المركز هذا الثاني ما هوش طموحاتنا. وانا اتوقع اذا هل وين رايحين بكره القدم؟ وين ماشيين بكره القدم؟ يعني انتم وقت اللي تبداوا عندكم مشاكل، كي كنتوا صحاب انت عارف العواني، انت خمروان ما عندك تليفون عارف العواني؟ انا متاكد اللي عندك تليفونه، كنت تقدر تتصل به وتحلوا المشكله هذه لحالكم بدون ثرثره في الشارع الرياضي وقت اللي احنا عندنا اشياء اهم من الاشياء هذه. اخ مروان راه وقت، انا ما الومك لكن نقول لك خويا العزيز رانا نتمناو ونترجاو ونستناو في اشياء ايجابيه من اتحاد الكره، من تخطيط، من امور، يعني ما تخليوناش في الغامض. وانت تلوم الاعلام، انت اليوم تطلع الكاميرات، ممكن يوم من الايام يقول لكم سكروا القنوات الرياضيه مع الشعب، يلا سكروا، مش معقول. اذا خويا لابد ان نقبلوا النقد. انا ورياض هنا ولا انا ويوسف ننتقدوا بعضنا ونطلعوا بعدين بحذا الباب، هو رايه وانا رايه والدكتور موسى عباس رايه، ونتخاصموا ونتعاركوا، لكن في الاخير على شو احنا؟ شو مصلحتنا؟ كنا هنا احنا ندوروا على كرسي نتاع رئاسه اتحاد الكره؟ لا، احنا مصلحه الكره. قد يكون انا مخطئ، قد يكون وجهه نظر نتاع ابو عبد الله مخطئ، لكن احنا المصب الوحيد هي مصلحه الكره في الامارات. راهو فما ناس يتبعوا فينا. نعم والله يا عمر ما عندك فكره، انا لان مانيش مواطن، لكن انا نحط نفسي راهو يبداوا يسالوا فيا في معناها على الكره في الامارات. يا اخي راهو العالم صغير، العالم قريه. هالفضايح هذيا نقولها بصراحه، التراشق هذيا في عبر وسائل هذيا راهو مش معقول، ماهوش معقول. انا لو مثلا انا لو كنت في مكان اخ مروان عارف العواني عملت تغريده ولا اتكلم نقول له تعال، انا تعال اجلس خل نسمعك. زين هالمشاكل هذه فايت مين؟ شنو المصلحه؟ فهمونا شنو المصلحه؟ تعارك سعد وسعيد حطوا مسعود في الحبس واحنا تدخلنا في هالمشاكل هذه؟ اعطيونا ما يهم كره قدم، اعطينا شنو برنامجكم؟ منتخب الشباب شي يشارك في كاس اسيا؟ وينه مدرب؟ وينه البرنامج العمل؟ المنتخب الاول باش يشارك في كاس نظموا كاس اسيا؟ اي التنظيم ناجحين، اي والفنيات وينها؟ اعطيونا رؤيه واضحه باش الشارع الرياضي يطمن. ونشكروك اذا تعطينا برامج قيمه ونناقشوا وش بيه. انا نعطيك نصيحه من هنا والاخر يعطيك نصيحه وانت تجلس مع فنيين ويعطيوك نصيحه، ما فيها شيء، مش عيب. لابد ان نسمعوا بعضنا. وانا اتمنى ونقترح الامور هذه ما يلزمها تتمادى، مش نطلب طلب اول مره وان شاء الله تكون اخر مره نطلب طلب على سمو الشيخ خزاع بن زايد ان يتدخل وسعادة محمد خلفان الرميثي يعني يوقفوا الطيار هدايا، يوقفوا الطيار، راهي مش لمصلحة الكرة الإمارات بس. طيب في نقطة مهمة مشاهدينا الكرام اللي هو موضوع مجلس أبو ظبي الرياضي. أنا أتكلم عن مؤسسة، أنا ما أتكلم عن الأمين العام ولا أتكلم عن الأشخاص اللي يعملون في مجلس أبو ظبي الرياضي. كان وما يزال مجلس أبو ظبي الرياضي يعني خير سفير لدولة الإمارات عبر الأحداث اللي استضيفها. تعال شوف كل الأحداث الرياضية اللي يستضيفها مجلس أبو ظبي الرياضي، لما تتكلم عن الجولف، لما تتكلم عن الفورمولا 1، لما تتكلم عن بطولات كرة القدم، لما تتكلم عن الجوجيتسو، لما تتكلم عن التنس، لما تتكلم عن مجلس رياضي يعمل على الترويج للسياحة من قبل الرياضة، وهذا شيء ما يعيبهم. احنا لما نتكلم عن مجلس أبو ظبي الرياضي مثال يحتذى فيه في كل العالم، كيف تجلب النجوم إلى دولة الإمارات؟ قادرين، عندهم استطاعة، عندهم قدرة، هذا شيء ما يعيبهم، بالعكس هذا شيء يشرفهم ويزيدهم شرف انهم قاعد يشتغلون لمصلحه اهداف المجلس. دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا واحد يعني يوسفني يعني واحد فعلا يعني حزين يعني لما نشاهد هالمشهد اللي امامنا اليوم، وبالاخص الان اللي في مؤتمر صحفي اللي تفضل فيه الاستاذ مروان بن غليطه، واللي احنا كنا نحترمه ونقول لك انسان ما في غبار عليك، هو كإنسان كشخص، ولكن هو لمدة سنة أعتقد كان عنده نقد شديد
على اتحاد الكره وعلى الاستاذ مروان، ما سبق انه طلع بهذا الاسلوب، وهو مش من عوايد ان يكون يعني. يجب احنا كلنا، انا اقول لك نرتقي يعني، يكون عندنا السمو حتى في الطرح، في يكون في عمق في هذا المجال يعني. لان شاهد الان يعني، الان استاذ عارف هو عضو امين عام مجلس ابو ظبي، طرح وقال بعض الاشياء على اللجان اللي في اتحاد الكره، نرد عليه، مو بعيب انك ترد عليه، لكن ان ندخل احنا في امور شخصنا، انا اعتقد يعني ما توقعت من الاستاذ مروان انه يكون يقول امين عام والله انت تنطيط عندك، تنطط من مكان لمكان، والمكافاه مال السفر اللي تاخذها انت اكثر من كل الاعضاء. شو دخل احنا في الرياضه في هذا الشيء؟ كل شخص، ان كنت موظف، ان كنت مدير، ان كنت مدرس، وما دام انت في مهمه عمل خارج الدوله لك مكافاه. يعني نحن يعني يجب ما نوصل لهي الدرجه، ومن حق اي شخص انه يعمل. وشوفوا ما في واحد ما يخطئ، من ما يغلط فينا؟ اللي ما يقدر يقولنا يخبرنا انا ما اخطات في عملي، اللي ما يشتغل. لكن يعني انا والله ما يعني ما توقعت ان المؤتمر الصحفي بيكون بهذا الاسلوب. انا كنت اتمنى ان حتى لو في مؤتمر لو يرد على اللجان، يرد على غرفه الانتقالات. يعني احنا كشارع الرياضي ما نعرف شو موضوع غرفه الانتقالات اللاعبين، شو يعني، شو فكرتها يعني، شو الفكره هاي؟ يعني شرحوا لنا، كنا هاي ما نعرف شو الاشياء اللي ممكن احنا نعرف. ما حد بيوضح اي يعني هذا الشيء. انتم اشتغلتوا 4 شهور كمجالس رياضي ومع بعض، انتم شراكه الان، مجلس الشارقه عندهم الصالات، ومجلس دبي عندهم الشاطئيه، والسيدات في ابو ظبي، وعمل جبار، ومجالس قايمين بعمل جبار بكل امانه اقول لك. لكن اما اللي احنا نوصل الان في مؤتمر صحفي. وبعدين يا استاذ مروان، شوف اتحاد الكره في شيء جيد عندهم وفي شيء غير جيد، هذا شيء طبيعي. يعني انت الان لما لجنه دور المحترفين استاذ عبد الله ناصر عندهم عمل جيد، ويمكن عندهم ما حد يقول شيء يعني، لكن الايجابي اللي عندهم. لكن اما انا لما اجي كرئيس الاتحاد واقول انا اتحدى وعندي مناظره مع اي شخص، سواء كان عارف مع اي واحد، يا استاذ مروان ترى الشارع الرياضي في ناس متعلمين، في ناس مثقفين، في ناس على اعلى مستوى حتى من احنا كلنا الياسين هنا، وعندهم علم في كل شيء سواء في الرياضه في علوم اخرى. يعني الواحد يعني ترى الشعارات الرنانه مو بحال ترى في الشيء هاي في الانتخابات ممكن عشان نقول الانسان يبغى ينجح. لكن لما انا اي سؤال واحد، وانا كنت يوم من الايام عضو اللجنه الفنيه، لو سالوني الان شو اخفاقكم؟ شو اسباب الاخفاق في كاس العالم؟ ما نريد احنا كثير من نقول والله عندنا 20 سبب، لا عطني سببين 4 5، هل المدرب، هل اللاعبين، هل الاصابات كذا. السبب الان نقول احنا اخفاقنا كاس الخليج، انا اول ناس قلت والله احنا بنفوز بكاس الخليج، تحمست وانفعلت وهذا قلت بنفوز، ما فزنا. لكن شو الاسباب؟ شو اسباب كاس الناشئين؟ هذه المناظره، المناظره مش عشان ان احنا نتكلم مع بعض وانت شو قلت وانا شو قلت. ترى شوفوا الشارع الرياضي يا اخواني ما يعرف انت كم دخلت الاتحاد، ولا دخلت 5% ولا 6%، شو اللجان القضائيه، هم ما لهم دخل في هالسوالف. هم يريدون لما سيدي سمو الشيخ محمد شو قال؟ نريد رفع علم الدوله، في وين؟ رفع علم الدوله في المناسبات الرسميه، لكاس العالم، لكاس الخليج، كاس اسيا، هاي البطولات الكبيره. لما الطفل والشاب والنساء والرجال كلهم يتوجهون الى الكويت، 15,000 متفرج و20 طيارة حق الشارين، يبون نتيجة. دائما الشارع الرياضي سواء كنت في النادي سواء كنت، هم ما لهم دخل انت شو بتعمل في اللجان. لابد احنا كفي الاتحاد نعرف هذا الشيء، نعرف ان النتائج وليس اي شيء يعني، ما في اشياء اخرى. لما احنا نتحدث عن كل هالامور ونتكلم عن السياحة الرياضية ونتكلم عن شو، نعم قد يكون الاستاذ عارف انفعال وهذا وقال في كلام كثير وكذا، المفروض كان يتكلم معاكم انتم كمجالس تقعدوا مع بعض، لكن الرد ما يكون بهذا الاسلوب. هذا ما كان رد يعني مش منطقي، يعني مش كلام علمي، مو بكلام. المفروض كنت تقول لا، اذا هناك مخالفات في اللجان قول لي شو المخالفات، 1 2 3 4. ما اقول لك انت والله كم انت تسافر واكثر من اعضائي واعضائي كذا، لا بالعكس، انتم كلكم ناس محشومين، لكم تقدير ولكم احترام، كل واحد في عمله.
وتنتجون ما حد يقدر يقول شيء، ولكن العمل يجب احنا ما نكون بهذا الاسلوب. انا شخصيا يعني كنا نريد الحكمه، نريد الكياسه منك يا استاذ مروان او حتى من استاذ عارف في بعض الاشياء، لكن انت هجومك يكون بهذا الاسلوب هجوم يعني غير مبرر بيضرب. وحتى استاذ عارف لما تتحدث عن موضوع الصفوف الاماميه والخلفيه، هاي هذا البروتوكول يعني، انت كنائب رئيس هذا مكانك وانت رئيس هذا مكانك في كل مكان، مش بشخصك لا بمنصبك انت في هذا المكان. لكن اما التحدث في امور خارج عن الشيء الرسمي والشيء اللي فيه فائده للشارع الرياضي، الشارع الرياضي الان يعني عنده تضليل. نعم. ما هو مو بعارف الان يعني لوين، احنا نقول كره الامارات الى اين؟ احنا وين سايرين؟ احنا ما نعرف. يجب احنا نقول ان احنا الاعداد عندنا كاس العالم، عندنا اعداد لكاس اسيا، كاس اسيا الان احنا وين بنوصل؟ وين اعداد؟ وين مباريات؟ كم مباراه؟ مع منو بنلعب؟ شو الايام؟ شو الاعداد؟ هي الاشياء اللي احنا نتحدث فيه. في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه في كل مكان في العمل، لكن ما نتحدث عن اشياء شخصيه، ما نتكلم يعني احنا اهل الامارات وعاداتنا وتقاليدنا وشيمنا، ما نجرح اشخاص على الهواء، ما نجلس يعني انا يعني انا عيب علي مهما اختلف مع شخص حتى لو يتكلم علي، لا يمكن ارد عليه بهذا الاسلوب، لا يمكن اني انا اقول والله ان يعني صراحه اقول لك والله حزين اللي شاهدت انا في هذا المؤتمر واشوفها اليومين. نعم. كابتن رياض، رياضة الامارات اليوم ربما تكون في وضع في المرحله القادمه في وضع سيء للغايه اذا استمر النهج واليه العمل على ما احنا نشوفه. اليوم مصلحة كرة الإمارات في رأيي الشخصي لا تعني بعض رؤساء الاتحادات، بعض الاتحادات، بعض المسؤولين في رياضة الإمارات، بعض الرجال الكبار في رياضة كرة الإمارات. خلال السنة هذه شفنا أمور كثيرة، لحد اليوم للآن شفنا الصراع والمتخاصمين في رياضتنا اللي لا تعني لهم أي حاجة، لا تعني الصالح العام في كرة القدم في الإمارات لهم أي حاجة. والدليل اليوم الانتخابات اللي صارت، أغلب الاتحادات اليوم، أغلب الاتحادات بما فيهم اتحاد كرة القدم اليوم في الدورة الانتخابية قادتها بعض المجالس، قادتها بعض المسؤولين في الرياضة. اليوم أصبحت الاتحادات ملكية خاصة لمسؤولين ليس لهم هم تطوير رياضة الإمارات، أو ناس ليس لديهم قدرة لتطوير كرة القدم الإمارات مثل اتحاد كرة القدم، وهذا واضح للأعيان أن هذا الاتحاد غير قادر على تطوير رياضة كرة القدم الإمارات. هو الثنتين ولا الثانية بس؟ شنو هو الثنتين؟ يعني هو غير قادر وينظر لمصلحة شخصية زي ما تقول أنت، ولا هو بس غير قادر على التطوير؟ اليوم أنا قلت بعض المسؤولين، أنا أتكلم عن اتحاد كرة القدم. أنا أتكلم اليوم ليش وصلنا كذي إحنا؟ وبنهينك في النهاية اليوم مو باتحاد كرة القدم، معني اتحاد كرة القدم وكثير من الاتحادات، خلنا في اتحاد كرة القدم زين. اليوم أنا معني برياضة كرة القدم بالإمارات، ومعني بالوضع الخاص، هذا وضع خاص بتكلم فيه. اليوم احنا معنيين لأن هي الدائرة عمر بنفس الشيء، الدائرة ما تخرج عن اتحاد كرة القدم ولا تخرج عن بعض الاتحادات ولا تخرج أيضا عن بعض المسؤولين. فمثل ما قال الوقفة اليوم الوقفة أول شيء على اتحاد كرة القدم. خلنا نروح في الخصوصية، أنا قلت لك شيء عام الحين بجيك في الخصوصية. الوقفة على اتحاد كرة القدم، هل نعتقد أن هذا الاتحاد اللي عنده اليوم مرحلة مهمة وأهم هدف لرياضة الإمارات، الوضع اللي قاعد صاير واللي الوضع إدارة رئيس الاتحاد بهذا الاتحاد بينجح في المرحلة الجاية في آسيا؟ هل نعتقد أن اليوم الوضع اللي سواه رئيس الاتحاد هذا نموذج أمس واليوم معقول يطلع في رد الناس؟ مثل ما قالوا الجماعة، الناس تحتاج رؤية، تحتاج المباريات الودية، تحتاج المنتخب وين يروح، يطلع لنا في صراح شخصي بينه وبين الأخ عارف في توجه خاص، لم يوفق الاثنين
في صالح كرة القدم. أصبح الخصومية هي سيد الموقف في الموقف هذا. فإذا وين مصلحة كرة القدم الإمارات؟ قد يكون عارف قال كلام واقع عن اتحاد كرة القدم. أصبح الواقع يتحول إلى خصوم من رئيس الاتحاد، لأن ما في رؤية حقيقة، لأن الصالح صالح كرة القدم لا تعنيه. لو تعنيه كان تعال يا عارف. عارف يمثل شنو؟ المجلس. اليوم ما في قاسم مشترك بين المجلس واتحاد كرة القدم؟ أكيد في قاسم مشترك. اليوم إذا مسؤول مثل عارف يريد يلقي اتحاد كرة القدم، واتحاد كرة القدم يريد يلقي من المجلس، فهناك واضح أن الساحة فيها خصوم، والخصومية ذي لأكثر من اتحاد. والخصومية لن نقول والله احنا رئيس الاتحاد، بعد خليني لبعض المجالس اللي جابت هذا الاتحاد. اليوم لا تخلو للدائرة، الدائرة لا نحصرها في رئيس الاتحاد او في عارف او في هذا. اذا نريد المعالجة، اذا نريد التدخل الواقعي، لا نحصرها في امور محدودة. نعم. اليوم لازم تدخل هذه الدائرة كلها. اليوم هناك اتحادات فيها فضايح كاحنا شفناها، مثل الاتحاد اللي صار العاب القوة والجمعية العمومية توافق على الاتحاد، لأن صار الاتحاد ملكية. الجمعية العمومية مع رئيس الاتحاد في كثير من الاتحادات صارت ملكية خاصة. فإذا اليوم المعالجة والوضع اللي صار أمامنا اليوم من المجلس ومن الاتحاد كرة القدم، فهو يحتاج علاج جذري لكل الامور اللي صايره. ما يحتاج اليوم احنا نقول والله لا المشكله في شو اسمه في مروان بن قليطه. من مروان بن قليطه احنا قلنا لكم المشكله اتحاد كره القدم، المشكله من زمان، مو بالمشكله اليوم. لن ياخذ ناخذ ان المشكله اليوم، لا اليوم. اليوم هذا المؤتمر الصحفي يراويك رؤيه الاتحاد، قدره الاتحاد، لا تطوير انما خصوميه وصراع. فان احنا بنستمر على الوضع هذا. هو من اول بهالطريقه بهالنهج بهالاسلوب. يا اخي انت وياي في الحلقات، هل احنا اليوم قبل يكون الاتحاد وقبل الانتخابات ما قلنا اليوم الوضعكم بيكون سيء قبل الانتخابات؟ ما قلنا يا بعض المجالس انتم تبون تجيبون الضعفاء، انتم اللي سويتوا كذي عشان تدرونهم؟ زين قلنا ذي الكلام لما قلنا اليوم تيبونهم، ولما صاروا مو بزينين تخاصمتوا وياهم. اليوم خصومه. زين هو قال امس عارف العواني، ما انكر عارف العواني لما سالناه قلنا له انت كنت مع مروان مو عارف اليوم انا إيه بس لما سالناه قلنا المجالس كلها هي قاده الانتخابات كل الاتحادات. صحيح صحيح كلامك. لما سالناه وقلنا له ان انتم كنتوا سبب في وجود مروان بن غليطه كرئيس اتحاد، قال هذا كان بناء على الوعود الانتخابيه. يا رياض وين وعود الانتخابيه اليوم؟ اذا هذه الوعود الانتخابيه انا الحين لو قلت لك اليوم بسوي اتحاد وبسوي نتائج ومدرب وما سويت شيء على ومشاريع انتخاب كره القدم. وانتخابات كثيره قامت يا على رغبة من المسؤولين في المجالس كل الاتحادات للتسلط على الاتحادات، ونتائج الاتحادات واضحة كل الاتحادات. اليوم انت شفت اتحاد الدراجات رئيسين في الاتحاد العربي من الامارات بيدشون رؤساء، واحد من دولة البحرين. ترى الوضع في كل الاتحادات اليوم في اتحادات يعني من متابعتي لا تدري شو تصرف شو تسوي شو تاخذ. إذا من المسؤول عن هذه الاتحادات؟ اليوم اتحاد كرة القدم جزء من هذه الاتحاد، جزء من الأخطاء. أوكي. زين فإذا اليوم اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم أنت تروح توديني وتي أنا أقول لك الوضع العام والوضع الخاص. أشوف الوضع العام واضح لأن رضا وصل إلى حل مهم. اليوم وأغلب الإخوان اليوم التدخل على الوضع العام يا شو اسمه يا عمر لان احنا نقول اليوم اصبحت خصومه، واصبحت رياضه الامارات لا تعني كثير من الاتحادات في رياضه الامارات بمصالح الرياضه. فاذا اليوم اهم اتحاد واهم استحقاق وهذا الوضع اللي انت تشوفه. زين من متى تركين اتحاد كره القدم على هذا الوضع؟ هل الوضع اليوم احنا بس كل شهرين نطلع على وضع زي كل شهرين
كل شهر نطلع على وضع سيء. صح. اليوم صح. انت تعال تشوفهم في كاس الخليج خصومات بعضهم بعض معروف معقول. اتحاد غير منسجم، نائب رئيسي صرح جاء ورئيس مني اتحاد غير منسجم بيدير بطوله في كاس اسيا. معقوله هذه الامور؟ أيه. اذا هذه الامور خلاني الامور هذه اذا ما تصير تدخل من الرؤوس الكبيره على الوضع اتحاد كره القدم يعني لا سمحوا لي لا تفكرون في اسيا. اذا استمر وضع اتحاد كره القدم واداره كره القدم يعني بعيد عن التطوير انما في الصراعات وبعيد. انتم قد مره شفتوا اتحاد يخسر هو مو مسؤول؟ قد مره شفتوا رئيس اتحاد يخسر اتحاده ويفشل اتحاده هو مو مسؤول؟ اي مصلحه تعني هذه؟ المسؤولين اللاعبين، المسؤولين الانديه، معقول هذا الكلام؟ تبقون رئيس اتحاد مش مسؤول عن الاخفاق؟ اول مره انا اشوف حياتي في حياتي الرياضيه 25 27 سنه. اذا هذا رئيس الاتحاد مش معني. رئيس الاتحاد الايطالي لما ما صعدت ايطاليا لكاس العالم اقال المدرب اول شيء بعدين استقال. لما هذا المفهوم والرؤيه عند الرئيس فهو ينظر الى من؟ الى نفسه، لا ينظر الى كره القدم في الامارات. فبقاء اتحاد كرة القدم يعني اضرار بمنتخب الامارات في المرحلة القادمة. كيف انت تتعالج هذه الامور؟ لا تتعالج هذه الامور بالخصومية وبالتراشق بين المجالس. اعتقد في رأيي الشخصي اليوم كلهم يتحملون كابتن مجلس ابو ظبي معني بتقييم اتحاده. يعني في جانب عارف كان في جانب حقيقي لما قال لما يقيم اتحاد كرة القدم لأنه شريك الاتحادات الثانية تقيم الوضع. وين نقطة اختلافك مع عارف؟ أنت اختلفت مع عارف؟ إيه نعم اختلف مع عارف أنا. ايه؟ واختلف مع أي مجلس ايه؟ يطلع بتصريحات بهذه الشكل اليوم. أوكي بس أنت وضح لي شنو اللي تتفق فيه وشنو اللي تختلف فيه مع شنو اللي أختلف فيه؟ ايه؟ أختلف اليوم عارف لا يخرج في الصحافة ويصرح هذه التصريحات لأن هذه فيها أساس خصومية اليوم. بس أنت تقول هذا دوره؟ لا بقول لك دوره في وين؟ بقول لك في وين دوره؟ القاسم المشترك للمجلس وهو مسؤول عن الأندية ويشوف الوضع إدارة اللعبة مش في تطور مش في إيجابي الجلوس داخل المكاتب مع الأندية اللي معني فيها المجلس وخروج برؤية واحدة وبتوصيات إلى الاتحاد. ليش ما يبي الأندية تدعو لجمعية عمومية؟ منه؟ عارف لأنه يعتبر هذا تدخل وهذا يبقى شوف بدون تدخل في رياضاتنا في الرياضة بشكل عام هاي نخلي الناس ذي خلينا نكون واقعيين. شو التدخل؟ ما في تدخل. لا أقول لك بدون تدخل عمومية لا مناقشة. إيه ما في تدخل. ما بتدخل إيه هذا الصلب يعني اختصاصات الأندية والجمعية العمومية. إيه لا المجلس يعاز من المجلس لما يكون يعاز من المجلس. يعاز من المجلس هم مسؤولين عنهم. منو المعني بالأندية أو المجالس الرياضية المعنية ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ يجب أن يكون في تنسيق. شو غير كلامه؟ لا 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 أنا أقول لك لا 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 بقول لك لا 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 سوي لحظة لا 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 اسمح لي اسمح لي زين تفضل. المجلس أي مجلس مجلس أبو ظبي ومجلس دبي الشارقة مش يدعون الجمعية العمومية يدعون الأندية. انا سالته ليش ما اوعزت الانديه انهم يطلبون قال هذا مش من اختصاصنا او ايش قال هو امس؟ من المسؤول عن الانديه؟ سؤال المجلس اوكي عارف قال احنا ما لنا حق ندعي للانديه مش من حقهم هو قال كحق ما يصير لكن كواقع من الانتخاب من الانتخاب اخوي عمر خلصت انت؟ يوسف يعني اللي للاسف في خلل واضح يعني دور الجمعية العمومية غايب للأسف الأندية مسؤولية مباشرة عن اللي صاير يعني يجب أن يكون الطرح في الجمعية العمومية في أمور تتعلق بالتطوير صلب عمل الاتحاد ما نتعلم يعني ما تكون الجمعيات العمومية في التطرق لأمور جانبية. شوف كل الجمعيات العمومية دون استثناء ما فيها مخرجات ما فيها يعني ما فيها نتائج واضحة ما فيها قرارات أسيرة يا يوسف كلام للأسف صحيح. الأندية تي يعني مش محضرة للأسف ما في
يعني نحن نسمع كثير مثل تفضل الأخ مروان وقال يا أخي تتكلمون عن مشاكل وتتكلمون عن ملاحظات وتتكلمون عن لجان وتتكلمون وفي عبر وسائل الإعلام، بس ما في شيء من الأندية المعنية، شيء رسمي من الأندية، مخاطبات رسمية من الأندية للاتحاد أو من خلال الجمعية العمومية. إذن فعلا كلامه في هالجانب سليم، أنه أنتم اللي مقصرين، أنتم اللي مقصرين، إذا في خلل في الاتحاد، في مشاكل في الاتحاد، حاسبون أنتم جمعية عمومية. بس النقطة اللي أنت تتكلم عنها غير اللي تتكلم عنها رياض، أنت تقول أنهم ما يروحون مش محضرين، رياض يقول لك لا الأندية أسيرة الاتحاد. الأندية ما أعتقد أن أسيرة لا خليني أوضح لك، الأندية اليوم يا جماعة ترى الانتخابات اللي صارت من 8 شهور 6 شهور عدل؟ سنة ونص. سنة ونص زين؟ سنة ونص. أغلب الأندية، أغلب الجمعيات العمومية هي تحت أسيرة، كانت تحت بعض المسؤولين من المجالس، الكل الجميع يعرف زين؟ وبعض الأندية أسيرة للاتحاد، يعني على سبيل المثال اليوم الجمعية العمومية مال ألعاب القوة يوم صارت المشكلة ذي، يا هو الجمعية العمومية زكوا الرئيس، هاي ملكية حق الرئيس على كل اللي سواه قالوا له شكرا. هاي واقعنا كواقع، ما نبي مثاليات. شنو النقطة اللي أنت نسيتها؟ النقطة خلينا نكون واقعيين في نقطة، يعني ساعات أنت يعني تخاف تقول شيء زين مرتبط تخاف تكون عليك لا 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 لا, لا. مرتبط بمسؤولين في الدولة احنا نعزهم ونحبهم زين، انا اخاف ساعات بس بقول المره لا تخاف حق تقول لا تخاف لا تخاف لا بقول لا انا اخشى انا باخذ القضيه زين. اليوم قياداتنا الله يطول في عمرهم اعطونا الرياضه في دوله الامارات، اعطونا الرياضه كلها بالاتحاد كره القدم، لا حد يطلع من الشارع يقول والله اتحاد كرة القدم انتخاب مروان من قبل قيادات رياضية، لا قالوا لكم انتوا اختاروا وانتوا سووا، وكل الاتحادات راحت دارتها بعض المجالس ودروها الجمعيات العمومية، عاد دكتور ولا بعدين انتخابات هاي ايه انتخابات زين، سوينا احنا بحثنا عن صالحنا، دورنا مصالحنا، دورنا الشخصيات الضعيفة اللي نقدر نأثر عليها ونحطها بالاتحادات عشان نكون احنا واصين عليها زين. مين احنا؟ لحظة مين احنا اخترنا الضعيف؟ مو بنت لا انت يقول احنا اخترنا مين اختار؟ لا انا اقصد اللي اختار، خلي اكمل. التربيطات يعني التربيطات اللي صارت، والتربيطات هي من بعض المجالس وبعض الاندية زين، اختاروا هذا يجيب لي اتحاد ماشي زين وناجح. الان في اتحاد واحد زين، ممكن اتحاد واحد او اتحادين، اتحاد واحد الجوجيتسو هذاك عالم اخر، جوجيتسو حتى جودو بعد اي جودو زين، اتحاد جودو والكاراتيه الرمايه وعنده هذاك رجالات امينه قائمه عليه تنظر الى الصالح العام والتطوير والقواعد وانتشار اللعبه، هذاك شيء اخر مشروع هذاك عندهم مشروع هذاك عالم اخر في التطوير والعمل في بعض الاتحادات يعني بعض الاتحادات الجودو. عبد الله تطرق لموضوع شطرنج عندك بصراحه ما صحيح في دعم يعني. في دعم كبير لكن يا اخي هاي تجربه قدامنا وتجربه يمكن من عدة سنوات ولعبه ما كانت معروفه وصعبة. يعني انا اذكرها يوم اول يمكن في يعني بدايه ما تاسس الاتحاد والله حتى الاسم يعني ما نعرف ننطقه، ما نعرف ان في لعبه بهالاسم هذا. طيب خلال هالفتره قدروا يوصلون للمدارس، يوصلون للجمعيات، يوصلون للبيوت، يوصلون لكل مكان، كل شرائح المجتمع يا يعني في تجربه ناجحه، ليش ما نتعلم؟ ليش ما نسير اتحاد الجوجيتسو ونقول لهم يا جماعه الخير تعالوا تجربتكم، انتم وليده صار لها 10 سنين 12 سنه 15 سنه منتشر اللعبه في كل مكان، قولوا لنا شو سويتوا خلال هالفتره؟ مو بعيب، هذا اتحاد نموذج في دولة رجالات أمينة على لعبة، رجالات أمينة على لعبة واللي قايمين على اللعبة مواطنين من دولة الإمارات من الرئيس لين أصغر واحد
بس في فرق يا يوسف بين الجيوسو وكرة القدم، في فرق وايد. انا ما اتكلم عن تفاصيل اللعبة، انا اتكلم عن التجربة وكيف كيف انت قدرت تنشر، يعني كيف قدرت تنشر هاي اللعبة وبهذه النجاحات وهذه القدرات، وصلت دولة الامارات ان تكون اسم في هذه الرياضة في العالم. يعني هذه تجربة يجب ان نتعلم منها، وهو مو بعيب يا اخي. يلا بس كان انا اقول لك استاذ يوسف، مقارنه بين جوجستو العاب هاي الالعاب مع كره القدم في فرق وايد. لا ما نتكلم عن اداره، اداره لعبه دكتور، بس اداره لعبه دكتور مشروع. انا اتكلم عن خطط ومشاريع، انا ما اتكلم عن كيف يلعب وهاللاعب من وين يبدا وهاللاعب عنده مكان، ما اتكلم في هالموضوع. نهايتي بكتب نهايتي مداخلتي. نعم. كرة القدم تتعامل مشروع، كرة القدم أسهل. رجعني. لا لا. في أنا أقول لك أسهل. أسهل خلاص، هات هات سبقة العالم أنت. أقول لك ليش؟ هات كأس آسيا. لا 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 خلاص، لا نطلع من الموضوع دكتور. لا نطلع لا نطلع من الموضوع. ما بيطلعنا من الموضوع يا أخي. خلينا نفصل بالموضوع. متطور من الشارع صغير. هذوما الجوجيتسو دكتور لا لا هذا شيء ثاني. لا 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 هذا شيء ثاني. ما أتكلم هاللعبة، أتكلم يعني. ما بتكلم عن الناشر ولا عن المعلم. أنا أتكلم عن منظومة. نقول عندنا بعض الاتحادات ناجحه، عندنا مثلا شطرنج، عندنا بلياردو، وعندنا مثلا سنوكر، جودو، سنوكر في النهايه اكثر من في النهايه. ولكن خلي الدكتور خلي اكمل في النهايه. السؤال لا يحتاجون هؤلاء تقييم، لا يحتاجون من خرب ومن اختار ومن صرواصي زين ومن يطالع مصلحته قبل مصلحه رياضه الامارات، ما يحتاجون تقييم وبحث عن أو محاسبتهم أو إخراجهم من اللعبة. عمر ما في حل ترى، أنا أقول لك، أنا أقول لك الحل، الحل أنا دائما خلينا نكون واقعيين. أيوة أيوة خلينا نكون واقعيين. لما تقول لي خلينا نكون واقعيين أنا أضيع. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن إحنا ما نعرف مين اللي حاسب، الهيئة ولا المجلس ولا المجلس الرياضي ولا اللجنة الأولمبية، عند مين الربط والحل؟ عند منو؟ مين اللي حاسب؟ هذه الجمعية العمومية. جمعية عمومية أسيرة دكتور. الحين دكتور أسيرة جمعية عمومية. إذا اكتشفنا أن الجمعية العمومية لا عايدة ولا فايدة. لا عايدة ولا فايدة. سألني السؤال أبو عبد الله. شنو؟ لا أعتقد أن الانتخابات اللي صارت خلينا نشوف كل الانتخابات. يا أبو عبد الله ما نتكلم عن الانتخابات. عن معظم الانتخابات. إحنا نتكلم عن الجمعيات العمومية، الاجتماعات الجمعيات العمومية. أنا ما أتكلم عن جمعية عمومية. أنا أتكلم اليوم القرار. لا اليوم جمعية عمومية هل أنت تلقاها فعالة؟ لحظة دكتور. أنا هل هناك عطني جمعية عمومية فعالة؟ كنت شفت جمعية عمومية اتحاد ألعاب القوى. يا أبو عبد الله. معني بسمعة كرة الإمارات، ما همها سمعة كرة القدم الإمارات. زين أوكي. بس هل الجمعية بقول لك شوف هناك دعم كبير من الناحية الفنية والإدارية من مجالس الرياضة، وهذا ما حد يقدر ينكره، سواء مجلس أبو ظبي، دبي. أنا أتكلم عن وين إحنا اللي شفناه. أنا أوصل لك. يجب هناك من الجمعية العمومية تقويم المرحلة الماضية سنة ونص. تقويم بشو؟ أنا حتى هذا قلت حتى أثناء دورة الخليج، قلت يجب نحن الآن أثناء الدورة ما ليش نحن نعمل تقويم المنتخب، ان منتخب مو بلا هويه وان المنتخب ما عنده مسلوب، ان المنتخب منتخب منتخب لا، ننتظر لغايه بعد دوره الخليج. بعد دوره الخليج المفروض الان كنت اتمنى من الاستاذ مروان هني عمل مؤتمر او عمل تقويم. ما تقويم في ما في عفوا 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 المرحله الماضيه مروان. وين احنا من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التسويقيه، من كل هالنواحي هني العمل الجمعي العمومي اجتماع طارئ بهذا الموضوع. هني نقدر نحن نقوم الشيء. زين خلونا نشوف لقاء مع حسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الامارات لكرة القدم بعد مؤتمر رئيس الاتحاد. نعم صحيح، اليوم في مقر الاتحاد كان هناك لقاء بالصحف المحلية الرسمية وجميعها بشكل عام، حتى بعض الإذاعات اللي تهتم في الشأن الرياضي كانت متواجدة اليوم لشرح كثير من اللغط أو حتى التوضيح بعض النقاط اللي نشرتها أحد الصحف الزميلة والصحف المحلية في لقاء سابق لسعادة أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي وسعادة مروان مرغليط رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم، شرح بعض النقاط اللي كان يجب توضيحها ويجب استضاحتها من طرف الاتحاد. وأتوقع أن
ان كان لقاء مثمر واللقاء كان واضح لجميع وسائل الاعلام، استغرقت ما يقارب الساعه كامله. لا هو شوف هو تطرق في بدايه الحديث قال ان احنا ما نرد على 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 شخصنا، شخصنا اتت من 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 الطرف الاخر اللي بدا في التصريحات على حسب وصف سعاده مرام بريط انها غير مسؤوله وان فيها شخصنه كبيره. هذا جانب. جانب اخر اللي تحدث فيه انه لا يظهر مع الوسائل الاعلام، وعند مبدا يقول انا راح اظهر في الوقت اللي المناسب او الحد الذي يستدعي ظهوري الإعلامي. هذا واحد. اثنين لكن الاجتماعات وبرؤساء تحرير الجرائد هذا قبل بطولة الخليج حتى الآن هذه ثالث اجتماع معهم. بالعكس يعني في بعض الاجتماعات تكون دورية مع الصحفيين مع الإعلاميين تكون بشكل مستمر، لكن هذا لأن اللقاء هذا أخذ كثير منحة مغلوط في بعض وفسر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني غير صحيح في بعض الأحيان. كان يبغي سعادة مرام بغليطة اللي كلف من أعضاء مجلس الإدارة أن 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 يرد على هذه التصريحات اللي حسب وجهة نظر المجلس الإدارة وسعادة مرام بغليطة أنها فيها شخصنة وفيها نوع من خلينا نقول الهجوم يعني. أنا كنت أتمنى أن حتى لو يعني سعادة مرام بن غليطة بيطلع بيعقد مؤتمر صحفي أن ما يرد الكلام باللي قاله، لا يرد على الكلام اللي قاله عارف، يعني يقول أنت والله ما عملته، يقول لا إحنا عملنا وسوينا 1 2 3. أما أنك أنت تطلع وتقول في أمور شخصية إيه، أنا يعني أنا هذا اللي ما كنت أتمناه. أنا والله اللي ما كنت أتمنى أنكم تسوون لقاء ويا المتحدث الرسمي. والسبب؟ والسبب إنه يفترض المتحدث الرسمي يطلع يقول شيء ينسب للاتحاد، ما تسوون لقاء ويا عشان تعرفون رأيه. نفس كل مرة زين. شو الجديد؟ ما أنا اللي يعني أنا اللي أفهمه من المتحدث الرسمي باسم الاتحاد إنه يطلع بشيء رسمي يخص الاتحاد، في بيان، في موضوع، في حاجة معينة. أنا أسمع وجهة نظر الاتحاد فيها صح، لكن أسوي لقاء عشان أعرف وجهة نظر الشخصية في المؤتمر الصحي ولا في غيره، هذا مش أنا هذا مش صميم عمل المتحدث الرسمي ولا يعني. صميم ولا وحتى أنا أعترض على على علينا نحن يجب علينا أن نأخذ المسؤول ويبرر لنا، لكن أني أنا أخذ المتحدث لا الرسمي علشان يوجه يبين وجهة نظره. بس معلش إحنا حتى لو طلعنا هاللقاء احنا نوري الناس ان كيف الاتحاد يعمل. لما المتحدث الرسمي يطلع ويقول لك وجهه نظر الشخصيه، وهو المفروض يطلع ويقول لك وجهه نظر الاتحاد او يبرر الاتحاد او يرد على التساؤلات المفروض تطلع للاتحاد، تعرف عمل الاتحاد. طيب دكتور ايش كنت بتقول؟ لا انا اقول لما قال الاستاذ حسن شخصنه، يعني هل يعقل انك انت كاستاذ مروان تعمل مؤتمر صحفي وترد على الاستاذ عارف؟ انا سواء كان الاستاذ عارف استاذ مروان كلهم اخوه يعني، وكلهم اخوه اعزاء يعني، ونحن نحترم وثنتهم، ولكن ما كنت اتمنى يعني انا ولا خطر في بالي. يعني قريت انا اللقاء الاستاذ عارف، هو ما قال لاعضاء الاتحاد كم ياخذون فلوس ولا ما ياخذون، ولا كم يسافرون ولا ما سافروا، ما يعني هو ما كاتب يعني بوكت ماني مالهم كم. الان هو استاذ مروان يقول ان المبلغ اللي ياخذه في السفر اكثر من اعضاء الاتحاد كلهم. شو دخل الاشياء اللي في الحديث اللي هو تحدث في عارف في هذا الموضوع؟ يعني ليش نحن نقول يا ابني نحن نكون يعني ما يعني نتحدث في هذه الامور؟ انا اشوف ان انا شخصيا ما ارضى على اي شخص اني اتكلم اتحدث عليه بهذا الاسلوب. طيب كل امانه اقول لكم. عندك تعقيب كابتن رضا؟ لا انا بالنسبه لي انا الموضوع هذا بصراحه يعني عاده المفروض بين العملية شخصنا المفروض ما نعطيه قيمة للموضوع ده، أعطينا الرسمي. أنا نحمق كل حاجة سمحني يوسف. شوف المختصر، أنت المسؤول على كرة القدم في الإمارات خويا مروان، خلينا واقعين. أنا ما نقعدش كل واحد عضو مش أنت المسؤول، أنت الرأس، أنت الهرم.
انت لابد ان تتقبل النقد، بس على اساس ما تخلي حتى حد ينتقدك وما تخلي حتى حد ينتقد اتحاد كره الامارات. اعطينا اعطينا بين لنا كره القدم نتاعنا وين رايحه، وين رايح ما هذا الرسمي رايح رايح. ما انت عندك ما ما مشكله شخصيه مع شخص معين وتعمل مؤتمر صحفي، اوكي كنت ممكن تحل المشكله بينك وبينه، مش لازم احنا كرياضيين ونقعد نسمعوا. اولا ثانيا احنا اللي يهمنا مستقبل الكره، ونعاود نسال السؤال اخويا مروان الى اين كره القدم في دوله الامارات؟ طيب يعني انت المسؤول. السؤال نسال السؤال كانت استاذ مروان ولا اي شخص اخر، انت لما تكون في جهه عملك ولما يكلفونك بعمل تسافر، تسافر سياحه ولا انت عمل مكلف بهذا العمل؟ لا مكلف طبعا. زين فانت بالتالي هذا الشخص لما يسافر في اي مكان مش على كيفه هو، مش هو اللي بيقول والله انا ودوني هنا ودوني هنا، لا الشخص لما يسافر في عنده مهمه عمل. طيب فبالتالي مش عيب يعني هو انت الان يعني تقول لي والله ليش تسافر؟ لا حتى هو استاذ مروان باتحاد الكره او انا لما كنت او غيرنا، حتى انا لما كنت مدير اللجنه الاولمبيه لما اسافر في تكليف وفي قرار من الاداره، اي انسان في اي مكان انا كنت مدير بلديه ولا كنت مدير يعني مش شيء جديد يعني. نعم احنا اخوي عمر الاخوه المشاهدين كنا ننتقد دوله خليجيه اللي هي شقيقه الكويت على المشاكل اللي فيها، المشاكل الرياضيه اللي كنا نشوفها عبر وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه، وهذا التراشق الكبير اللي كان بين الاخوان اللي يعز علينا نشوفه. اليوم اللي كنا نقوله عن الكويت نشوفه هني، ويمكن يعني بشكل غير مقبول. انا اضم صوتي للاخ كابتن رضا ان يجب ان يكون في تدخل، ما في وقفه، بدون وقفه يجب ان يكون في موضوع حاسم يوقف هالموضوع هذا، لان التمادي في هذا الموضوع راح يدخلنا في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه. هذا واحد. اثنين، رساله اخرى لاتحاد كره القدم، انتم اصبحتوا واقع، واقع للاسف فرض على الناس كلها. اتمنى وانتم عارفين اني في مشاكل بين الاعضاء، وانتم عارفين هالموضوع زين، وهي المشاكل واضحه للعلن، واضحه امام الجميع والكل يعرف فيها، وانتم تتكلمون في الميالس في جلسات خاصه والكل عارف عنها. انا اتمنى اتحاد بهذا الشكل لا يمكن ان يستمر، لا يمكن ان يستمر بنجاح، ممكن تستمرون هذا شيء مفروض علينا، لكن اليوم ان يستمر بنجاح لا يمكن ان يستمر. اتمنى ان اولا قبل ما يفكرون في الامور الفنيه وكيف يطورونها انهم يطورون العلاقه فيما بينهم كاعضاء في المجلس. يجب ان تكون هناك مصالحه مكاشفه، يجب ان يكون في توافق بين الاعضاء على الاقل، توافق فكري، توافق لمصلحة العمل. أنا ما أقول يكونون ربع ويظهرون يا بعض، هذا شيء شخصي، لكن أنا اللي أقوله أنت يوم تشتغل مع مجموعة ما في انسجام، ما في تفاهم، في مشاكل، لا يمكن العمل ينجح، لأن ممكن واحد قلبه على الشغل ويشتغل بجد واجتهاد والثاني يخرب عمله. صحيح. وبالتالي هذا التناغم مطلوب، وأنا أتمنى من الأعضاء ومن رئيس الاتحاد أن تكون في جلسة خاصة بهذا الموضوع. النظرة برؤية قصيرة إلى اتحاد معين أو مسؤول معين في رياضتنا محل النوم، محر النوم. اثنين، التراشق والاتهامات عبر وسائل الإعلام من قيادات رياضية، يجب الوقف على هذا التراشق. اليوم اللي طلع مثل ما قال الدكتور، معقول اليوم أحد يتكلم إلا تمطيط ولا ما ادري شنو؟ يا اخي اسمع، هذا الامور ما ممكن تعطيني الحل؟ يعني شو الحل مع اللي قاعد يصير؟ الحل في الطاوله. الحل في الطاوله. الحل وقفه. قالها رضا، قالها الدكتور، قالها كلنا قلنا اليوم ابعاد واحد، ابعاد المتسببين.
لابد من حساب يا اخوي عمر. زين لابد تحاسب الناس هذول، لابد يحاسب نفسه ولا يحاسب اتحاد كرة القدم؟ يحاسب نفسه ولا يحاسب اتحاد كرة القدم؟ يحاسب نفسه. بقول لك انت قلت تستب اتحاد كرة القدم لا يستمر استمراره، زين بمعنى ان اسيا تكون في وضع صعب مع اتحاد كرة القدم. باي باي اسيا. زين فهذه ايش اللي يحدث؟ قال تدخل، ترى يعني مساء يمكن الدكتور اختلف معي. لا اختلف معي اني انا رحت بعيد مع اتحاد الثاني. لا مو اليوم لان الوضع العام دكتور، هل اليوم لما نحصل مساحه ما نتكلم في وضع العام في الاتحادات كلها؟ سؤال من حقك بالعكس. إيه اذا الوضع العام زين، الوضع العام الوضع العام وليس وضع خاص. يعني ما خليتها في قلبك رديتها؟ لا لا بالعكس، اليوم لان اليوم الوضع العام لا يخدم رياضه. بما ان ابي اطلع فاصل ترى عندي مباراه، بما ان رجل جاي حق الهيئه زين اللي هو معالي محمد خلفان، فاليوم الملف الوضع العام هو الاساس. اختبار صعب. ايش كنت بتقول كابتن؟ كلمه اخيره نحب نقول، شوف سبحان الله البشر موجود، وطالما تشتغل طالما في اخطاء، انا اقول حاجه واحده، التدخل الفوري لتهدئة الأجواء، وخليونا هالعشرة شهور اللي باقية للكاس آسيا اللي باش تنظمها دولة الإمارات، خليونا مركزين على الشيء هدايا. ما كانش زي الكلمة اللي قالها سعادة محمد خلفان الرميثي، باي باي آسيا. باي باي آسيا. وقال لا، وقال كلمة أهم، إذا باش تبقى على الحالة هذه. إذا باش تبقى على الحالة هذه لا، أنا أقول لك من الحين. وقال كلمة أهم، قال يا ليت اتحاد الكرة ما أعطانا وعود، يا ريت اتحاد الكره ما اعطى وعود علشان ما ننتظر منه بهذه الوعود تنفيذها. سريعا دكتور عشان يطلع فاصل. تقويم المرحله الماضيه سنه ونص في كل الاشياء، سواء كاس العالم، خروجنا كاس الخليج، المنتخب الناشئين، تقويم عام من خلال الاتحاد الكره والجمعيه العموميه، وتشكيل وعمل لجان تكون فعاله انهم يعطونهم صلاحيات اللي يكون العمل، وهذا اعتقد ممكن هم يمشون في اتحاد الكره بهذا الاسلوب اذا بغير ان احنا فعلا عمل حقيقي وتجهيز الى كاس اسيا اذا كان نريد المنتخب في هذا الجمهور. الجمعيه العموميه عندها عده فرص في المراحل اللي طافت، مثل قضيه فردنرلي، قضيه كذا، وين الجمعيه العموميه؟ الجمعيه العموميه ولا مهتمه ولا شيء، ولا لا تنتظرون من الجمعيه العموميه شيء. اوكي، خلونا نروح فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع بعد نواصل الحديث عن مباراه اليوم. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من 500 رحلة كل يوم، طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي. سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة. إنها الإمارات، تحتضن حضارات العالم، تجربة ثرية تجمع أصالة التراث الإماراتي بتنوع التراث العالمي. هنا على أرض زايد، في عام زايد، تحتفي حضارات العالم بتراثها وحضاراتها ومأكولاتها وأهازيجها. مهرجان الشيخ زايد التراثي، أرض الإمارات، ملتقى الحضارات، الأول من ديسمبر إلى 27 من يناير، الوثبة، أبو ظبي. في الأسبوع 13 من دوري الخليج العربي، الجزيرة يقابل دبا. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. منافسة عرفها الأجداد والآباء وتوارثها بحب الأبناء. ميزان العدل يحكمها وقوانين التحدي تضبطها، لتبقى مسابقة المحالب حاضرة دائما. مهرجان سلطان بن زايد التراثي، مسابقة المحالب على أبوظبي الرياضية الثانية.
توفر مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. الإمبراطور الوصلاوي يواصل تميزه هذا الموسم، فعلى الرغم من خسارة مواجهة العين في الأسبوع الماضي، إلا أن الفريق يواصل عروضه المتميزة في مجمل الموسم. أنا بس قبل لا أدخل في المباراة أتكلم عن المباراة، بس الكابتن رياض الدوادي سؤال عن كيف تعافى الوصل. عاد الوصل يا منافسين اليوم عودة الوصل. لا أقرأ العنوان كامل. عاد الوصل يا منافسين. زين وهذا أربع مرات كابتن. زين شو العنوان هذا؟ زين عاد يا منافسين. الأهم من هذا ان الوصل أسرع. اي الوصل كان في مرحله صعبه بعد مباراه العين، عاد بمبارتين جيدين. زين وهذا السبب اليوم عوده الوصل مع الوحده مع العين في هذه البطوله. زين وفي هذه المنافسه جيده للمرحله الثانيه علشان نشوف منافسه جيده. اعتقد ان اليوم خط هجومه اللي يملك اداء سريع بيستمرون المدافعين في الدوله مع نجومية مهاجمين الوسط بالأداء السريع والنمط السريع. صعب أنك أنت الإمارات يعني الإمارات الوصل اليوم يملك مهاجمين بأداء ونمط سريع، هذا يصعب
على أي مدافعين أن يتعاملون معهم، خاصة إذا حصلوا مدافعين أقل مستوى أو تنظيم سيء أو حارس لم يكن موفق اليوم في هذه المباراة. فعادة الوصل سيضرب بالثلاثة وبالاثنين وبالأربعة بسبب القوة الهجومية الكافية. فالخصوم اللي ما تكون واقعية مع الأداء السريع ونمط أداء المهاجمين سيضرب الوصل بمجموعة الأهداف. طيب الوصل دكتور؟ شوف الوصل الفريق يمكن أعتقد بعد مباراة العين كل كان يعني متخوف من النتائج القادمة، ولكن مباراة بنياس أعتقد قدروا نفسيا، إعداد نفسي كان على أعلى مستوى سواء من إدارة النادي من الجمهور من اللاعبين من الجميع مدرب الفريق. واليوم إحنا بالذات في الشوط الثاني، في الشوط الأول فريق الإمارات كان بشكل جيد ظهر، ولكن في الشوط الثاني الوصل لعب بروح يعني فعلا بروح البطولة، يعني من خلال الانتشار الجيد من خلال الونتو اللي بين كايو ليما اكثر من عنصر من لاعب علي سالمين علي صالح اليوم. ونحن عايشين ترى في وهم اغلب يعني مجموعه من الاشخاص، لما انا يسألون سؤال دكتور والله لو ليما غاب او كايو او مش عارف في الفريق هذا ليه متزل اي فريق في العالم مش الا الوصل، اذا عندك اربع عناصر مهمين وهذا حتى لو ببرشلونة نعم. لو فريق أوكي. يعني غاوة ميسي ولا سواريز ولا أي لاعب الفريق، أنا أتكلم على مدار الدوري يعني. تشيت برشلونة بدون ميسي ها بس الحمد لله. فاصل قصير مشاهدي الكرام وصل الحديث بعد، أبقى معنا. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. أكثر من 500 رحلة كل يوم، طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي. سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة. في الأسبوع 13 من دوري الخليج العربي، الوحدة في مواجهة النصر. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. وضع الفريقين الآن، فريق في القمة وفريق في القاع بين الوصل والإمارات. خليني على الوصل ساعة، أولاً غلطان اللي يفكروا أن الوصل بعد هزيمته من العين خلاص سينهار، والكل والدليل هنا النتائج العريضة وخارج ملعب وعملهم عن بنياس. واليوم الوصل باش يبقى منافس عنيد وشرس جداً لنهاية البطولة. فيما يخص نادي الإمارات، أنا أقول اللي صنع الفارق هو ليما وكايو، مع زي ما تفضل رياض مع دفاع غير منظم خاصة الشوط الأول. كان مش أي دفاع، أنا ما أقصد بالعكس دفاع الإمارات منظم. خليكم عشان الوقت. الشوط الأول كان ند بالند هو والنادي الوصل، وكان بين قوسين وإنه كان ممكن 1-0 وجت الفرصة الهدف الثاني ضيعوه. الخبرة لعب دور كبير، لاعبين عملوا الفارق في هذه المباراة، صنعوا فارق. طيب كابتن يوسف، السر دائما في نادي الوصل ليما وكايو السر في النتائج، لكن أكيد هناك في عمل في الفريق. يعني الطريقة اللي يلعب فيها الوصل معتمدة على نوعية من اللاعبين، وخصوصا في الأمام ينهون الهجمة أو يوصلونك بأقصر الطرق إلى مرمى الفريق الخصم. في نوعية اللاعبين كايو وليما يجب على مدافعين أي فريق
أنهم يكونون مركزين طول المباراة، يعني لا يمكن أن تكون في هفوات هناك، لأن الهفوة بهدف. يمكن فريق الإمارات في الشوط الأول ترى أحرج الوصل، وكان الند بالند، وكان ممكن ينهي النتيجة لصالح، لكن أنا أعتقد أنهم اطمعوا وما حسبوا حساب للطريقة اللي يلعب فيها الوسط. يعني أنك تجازف أيضا بالهجوم في ظل تحضير سريع وهجمات مرتدة سريعة، هني يجب أن تحسب ألف حساب لفريق الوسط، وهذا هذه سر قوة الوسط. نعم. وللأسف الإمارات ما سووا حساب للطريقة هذه اللي يلعب فيها الوسط. فاصل أخير نواصل بعد الحديث، ابقوا معنا. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. كل يوم طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي. سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة. حكاية موروث عريق بين أروقة السوق الشعبي تروى، تعيدنا للماضي وتحيي زمن الطيبين. في خيمة السوق الشعبي نلتقي لمهرجان سلطان بن زايد التراثي على أبوظبي الرياضية الثانية. في الأسبوع الثالث عشر من دوري الخليج العربي، الجزيرة قابل ديبا. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور على قناة ياس. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. أستاذ خالد بن محمد، في إمارة الشارقة تمكن أصحاب الأرض من الفوز على الضيوف القادمون مع الظفر. فرقة العنبري تواصل التألق في الدور الثاني.
ويلتون حاول يتقدم يلعب توصل سيف راشد سيف ضربة جزاء بنالتي. فيرا يلعب على طول تتلعب تتلعب الجول مع الدكتور في المباراة. الشارقة استحق الفوز وظهر بشكل مميز، ولما عندك لاعبين مهارين ودائما احنا نتكلمش عن الجانب المواطنين، اليوم لاعب سيف ظهر بشكل جيد، محمد لما كان يلعب كان يسجل اهداف. انا اعتقد كابتن عمري يستحق ان يكون مع النادي الشارقة، وهو كمدرب انا اشوفه من المدربين المواطنين. مشروع عندنا مدرب الان اللي نحن ممكن هذا المدرب الان نحن هو أكثر من المدربين المواطنين ممكن إحنا نبني عليهم. فأنا أعتقد اليوم الشارقة لعب بشكل جيد، كان أفضل من الظفرة طوال الشوطين. نعم. كابتن رضا. شارقة. المباراة على الفريقين. أنا اللي عجبني بصراحة العمل متاع الكابتن عبد العزيز العنبري، بين بصمات المدرب وكان يعني الشارجة دخلت الطمأنينة والثقة لبيت الشرجاوي. نعم. هنا يقدر يبني ويعمل مشروع الكابتن عبد العزيز العنبري، ويبدا يحضر في فريق له امكانيات لعيبه المواطنين، خاصه انا عجبني محيد الظهير الايمن سيف، حتى سهيل المنصور يعني. من نادي الوحده الاربعه لجانب فريق بصراحه يقدر يمشي الى الامام. نعم. كابتن يوسف. انا اعتبره فوز معنوي كبير، وبيعطي أريحية للعنبري أن يشتغل بشكل أفضل بعيد عن الضغوط وعن الخوف من أي اضطرابات ممكن تحصل للفريق. الشارقة كان متسيد المباراة تقريبا، ضيع الكثير من الفرص. الظفرة أمر محير دون المستوى تماما، بعيد عن مستوى الفريق ككل، يعني ما تقول عناصر معينة، حتى اللعيبة الأجانب مو في المستوى. نتمنى من العنبري ومن إدارة الشارجة بعد ما على الأقل يعني بيكملون الموسم بأريحية أنهم يشتغلون للموسم القادم من الآن، يحطون عينهم على اللعيبة اللي يبغونهم، اللاعبين الأجانب، اللاعبين المواطنين اللي ممكن يستقطبونهم للفريق. أنا أعتقد مهم من الآن نشتغل، وعندي رسالة له بعض لاعبين الشارجة وخصوصا سيف راشد اللي طالع بصراحة بشكل يعني ملفت للنظر خلال المبارتين ثلاثة الأخيرات، اللي مبين يعني بانت قدراته، إمكانياته، ثقته في نفسه، مهاراته. محين اللي أيضا يعني قدر أن يطور من مستواه بشكل ملفت. مايد سرور كان ملفت للنظر فترة طويلة، وأتمنى أيضا أني أشوفها بشكل أفضل في مواهب، أتمنى أن يعني الشارجة يستفيد منها والمنتخب الوطني. ما زال فريق الشارجة من الفرق الولادة في المواهب. كابتن رياض. إيه ولادة بالمواهب، بس لا يجيبون أجنبي في الجناح. اليوم عندهم أربعة أجنحة على مستوى عالي محليين، صح، كل جناح أفضل من الثاني. أنا أستغرب كل سنة يجيبون جناح أجنبي
زين، وهم يملكون أربعة أجنحة مواطنين على أعلى مستوى. اليوم يا أبو سيل الرابع مالهم مميز لاعب الوحدة. أي فإذا ليش أنت تجيب في هذه المركز لاعبين أجانب وعندك سيف وعندك عمر وعندك يوسف على مدار 3 سنوات 4 سنوات صحيح. هذا المركز يشغله أجانب في الجسمة، واليوم استبدلوا الأجنبي اللي في الجناح الظفرة الظاهر غير قادر على الانتفاضة لحد الآن زين. استبدلوا أجانب، استبدلوا مدرب، لكن لا زال الظفرة. رأيك عمل مدرب اليوم؟ أنا أستغرب من أنديتنا وأستغرب من الظفرة بالأخص ومن أنديتنا. اليوم لازم تبحث عن تجارب جديدة. اليوم إحنا نستمر في الدائرة ذي. اليوم شوف أنت تقصد المدرب القديم والمدرب الحالي؟ المدرب الجديد شوف جوجيكا. اليوم شوف الوصل، جابوا مدرب لم يمر في المدينة المنطقة، جابوا مدرب جديد مسجل حضور جديد على المنطقة. أوكي واضح الفكرة، سجل حضور. إحنا جوجيكا رايح جاي، بس هذا إحنا أنديتنا هذه فلسفة غير مفيدة، يعني شال الكسل اللي احنا فينا. طيب انا وصلت لختام، شكرا لك كابتن رياض، شكرا دكتور، شكرا كابتن يوسف، شكرا كابتن رضا، شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا لفريق العمل. نلتقي ان شاء الله مع موعد قادم باذن الله مع بداية الجولة القادمة في امان الله.